السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في البرامج المجانية اللي احنا ممكن نستخدمها في مجال المقاولات والاستشارات. بالله عن احنا محتاجين حاجة في الجيوغرافيك انفورميشن سيستم، حاجة في الجي اي اس، وصراحة هما كتير، يعني في ادوات كتيرة جدا معمولة بتنافس الارك جي اي اس برو، بس انا اخترت لكم واحد اللي هو كيو جي اي اس. ده مجاني واوبن سورس، وهتلاقي ليه شروحات كتيرة على النت، والبرنامج سهل في الاستخدام، والواجهه بتاعته سهله وجميله وبتشتغل على الويندوز. فلقيت فيه ان هو اكتر المزايا اللي احنا محتاجينها هتلاقيه موجوده في البرنامج دوت، ولما بتحمله خلاص بيشتغل معاك بدون اي مشاكل خالص. داونلود ناو وخلاص اتحمل، لا في كراك ولا في باسورد ولا اي حاجه خالص. طيب تعال نروح بقى البرنامج، اسمه مش لاب، وهتلاقيني برضو شرح البرنامج دوت هو والكيو جي اس. البرنامج ده بيعمل المجسمات، وتقدر ان انت تطبعها على طبعة ثلاثية الابعاد، وسهل جدا في الاستخدام. بتقدر تحمل الويندوز او ماكنتوش ولينكس، وكل الاطارات تقدر تلاقيها بسهولة جدا. دي طبعا شوية مزايا هم حاطينها، بتقدر تحمل مثلا ملف معمول بليزر سكان وهو ينظفه، وتقدر تقارن بين اتنين موديل ويبدأ يجيب لك الاختلافات، تقدر تتحكم في السكيل. كل شوية بتلاقي في تطوير في البرنامج لان هو اوبن سورس. مش لاب هتلاقيني شرحه على القناة بتاعت بيم عربية. طيب كيو كات من البرامج برضو اللي تقدر تنافس الاوتوكاد لحد ما، مش بنفس القوة، لكن هو برنامج مجاني، فتقدر ان انت تحمله وتشتغل بيه بالشكل دوت. فيليرات، بلوكات، الفونتات تقدر تفتح عليه ملفات، يعني حتى لو ما عجبكش ممكن تستخدمه كفيور، بحيث الناس شغاله اوتوكاد جهازين ثلاثه، وباقي الاجهزه ممكن تسطب عليها كيو كاد بحيث ان هو يفتح لك الملف وتقدر ان انت تشتغل بيه بسهوله. لكن الاقوى من كيو كاد ومجاني لايبراري كاد، هو اوبن سورس وتقدر تشغل عليه اوتوكاد 2D. احنا نادرا لما نشغل على 3D، تقدر ان انت تحمله مجرد تدوس لينك يتحمل معاك من غير اي مشاكل خالص. هنلاقي فيه موقعين، سورس فورش وجيت هاب، اللي طبعا هو موجود على برامج كتير جدا لان هو مجاني، ما بتخنش مع حد يقول انت سارقني ولا بتاع. الجيت هاب ده للمبرمجين، يقدروا ان هم يحطوا الكود ويبداوا ان هم يصلحوا لبعض الكود ويتناقشوا فيه وحاجات بالشكل ده. السورس فورج هو يعتبر اكبر مكتبه فيها ملفات الاوبن سورس على مستوى العالم، فتقدر تحمله من اي واحد من الاثنين دول. ممكن تاخد حتى جولة كده في الاثنين، بتلاقي كل شوية بهاريز كده بتطلع لك. تمام، ده مثلا هو لايبراري كات، وهتلاقي الفري كات ده من اقوى البرامج برضو، وارخميدس برضو ده برنامج اوبن سورس، لمجرد ان هما الاثنين دول متشاركين مع بعض فبدأت تظهر معايا. ممكن اقول له كات يبدأ يجيب لي البرامج الاوتوكاد الاوبن سورس اللي موجودة بالشكل دوت. هتلاقي الفريكات، هتلاقي برنامج هوت، ممكن تلاقي حتى بعض التولز بتشتغل جوه الاوتوكاد. بعد كده نروح لبرنامج جميل وظريف ومجاني اللي هو سويت هوم 3D. تقدر تعمل الحاجات 3D عليه، تقدر تعمل المبنى بتاعك وتعمل له انتيريور ديزاين، بيشتغل بطريقه سهله جدا. شرحنا برضو بتفصيل الحمد لله، يعني اغلب البرامج الاوبن سورس الخاصة بالمجال بتاعنا شرحناها، وان شاء الله نكمل الى ان شاء الله. تقدر ان انت تستخدمه اونلاين، او تقدر ان انت تعمل له داونلود تشغل بيه. هو الاونلاين بيشتغل مع اي براوزر او اي متصفح بيدعم تقنية الويب جي ال. الميزة ان انت هتلاقي سبورت كتير، وهو مش محتاج، هو يعني سهل جدا. احنا اتمنى بس ان احنا ندعم اللغة، لان انا شايف ان اللغة العربية مش موجودة حتى الان. طيب تعالى بقى نخش جيت هاب، قلنا البرامج اللي هي الاوبن سورس، فده من ضمن البرامج NURBS. دي تقنية بيستخدمها برنامج الراينو، بيعمل منحنيات وبيعمل اشكال حلوة، فاتمنى التقنية دي تبقى مدعمة بشكل كامل في الريفت، لكن هي حتى الان مش مدعمة. فده ملف اوبن سورس بحيث ان هو يبدا يشتغل على برامج الاوبن سورس، وتقدر تدخل على الموقع بتاعهم اهوت وتبدا تشوف الداتا بالتفصيل. البرنامج ده قوي جدا،
بيدعم نقل المشروع من برنامج لاخر. يعني ممكن تقول له انا شغال على الراينو عايز انقله على الريفت او السكتش اب او 3 دي ماكس او فانت بيبقى الموقع ترفع عليه الحاجه سواء بقى بالبلندر سواء بالاركيكاد سواء بالساب سواء بالسيف سواء بالادفانسد ستيل، يبدا يجيبه لك يفتح معاك مع كل الحاجات التانيه، مع النفس وركس، مع برامج الجي اي اس، مع التكله، مع الاوبن رود، مع الاوبر ريل، مع الريفت، مع المايكرو ستيشن، مع الجراس هوبر. فالبرنامج ده محتاج يعني وقفة جامدة، يعني برنامج رائع رائع رائع، يعني حلينا مشاكل كتير قوي. برنامج بي ار ال كاد من البرامج برضو القوية في الاوتوكاد، وتقدر ان انت تعمل لها داونلود وتشتغل بيها وتعمل الاشكال الجميلة ديت. ان شاء الله برضو نعمل له جزء خامس لبقية البرامج اللي ممكن تفيدنا في المجال بتاعنا، بس احنا حاطين شرط واحد ان هو يكون مجاني مفيش اي فلوس فيه. فلو انت تعرف اي برامج مجانية في المجال بتاعنا كويسة ياريت تحطها لنا في الكومنتات. جزاكم الله كل خير.